الزوال بو عيله عنده عيله في جرته ما عادش لازم ياخذ رايك لحد سايف في جرته والله غليت ساعه لت بالكدال بلاد هذه قداش تشري الحاره في الحومه؟ بقريب توصل ب 2000 فرنك حاره والله ما عادش واحد ما عادش لازم ياكل هذا عظم ماهوش موجود جمله مش نقص هو نقص من 8000 لل 9000 ل 10000 توا ب 11000 البلاتو عظم فهمني وديما تلقاه ما فماش عظم فهمني شنو تسمى الحاره بقداش في العطار؟ الحاره ب 12% عند العطار فهمني ولا اكثر حتى 15% وصلت فهمني انا ما نشريش بالحاره انا عندي باتيسري نشري بالبلاتو فهمني ملي كنت ناخذ فيه ب 8000 و 7000 و 800 تو وصل ل 11000 و 12000 فهمني بطلنا وقفنا الخدمه ما عادش نخدم يزي ما فماش عظم فهمني العظم ناقص حتى الحليب زاد ناقص زاد ولا والسكر ناقص والعظام زاد كيف كيف العظام تو الحاره وصلت ب 14100 ب 15100 فما حتى 2500 شو بلي يجي واحد باش ياخذها واحد عنده صغار زاد عزايزه باش مش الكبار يعني الصغار زاد واحد يلزمو باش ياخذ فما نقص فما نقص وهما زاد ياسر يزيدوا في الاسعار ياسر نورمالمون حقهم يطيحوا ملي كانت 11100 15100 2500 تولي بليجي عليك باش تاخذها النقص هذا نتاع العظم هي حاله عاديه جدا وكونسيكونس معناها سامبل لسوء التصرف نتاع الدوله والفساد ولا معناها نفسر لك كيفاش هي فما برشا مشاكل معناها تؤدي للوضع ذي اول مشكل الساعه مشكلة قوانين في عام 2018 سي يوسف الشاهد خرج امر حكومي عدد 417 وقف به الانتاج نتاع الدواجن جمله قول قايل كيفاش جاء نحى التراخيص للانتساب معناها نتاع المنشات وعوضوا بكراس شروط من 2018 كل الشروط تهبط كان لترونت سبتمبر 2022 معناها 5 سنين والسوق متاع العظم قاعد يحكم فيه الطلب مش العرض احنا نعرفوا السوق ديما عرض وطلب كيفاش يحكم فيه الطلب اذا كان نقص الكونسوماسيون باش يكون البري عادي ولا 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 والكميه متاع العظم تبدا متوفره اذا كان طلعت الكونسوماسيون للعادي نتاعها يولي فما مشكل نتاع العظم علاش معناها بلغه ابسط احنا في تونس الانتاج نتاعنا 4 كعبات عظم يقسموهم اللي يخلطوا لولانين الباقي يبقى بلاش هذه الاولى الثانيه كلفه الانتاج نتاع العظم قاعده تزيد بصفه كبيره قاعده تزيد بصفه كبيره شنو اللي صار والبري والدوله تحب تحافظ على الميم بري نتاع الفلاح شنو اللي صار الفلاح اللي ما عنده جهد معناها نحكي على الفلاح الصغار اللي هما يمولوا اساسا في السوق ولاو يجبدوا في رواحهم ولاو يبيعوا وخرجوا من السوق جمله باه وزيد في الوضع هذا الكل زيد تخلط علينا الازمه العالميه اللي معناها الكونسيكونس تاع الحرب نتاع اوكرانيا الكونسيكونس تاع الحرب نتاع اوكرانيا اللي معناها لقاتنا احنا ديجا في وضع مهلهل طلع اكثر من القيمه وزيد يوصل العطار يزيد يوصل العطار العطار زيد يحسب له مثلا زيد يحسب هو زاده ومعناها الحاره باش توصل ل 3000 محسوب ولا 2000 فرنك فهمتني كيفاه؟ ما تجيش زاد ثم كيفاش نعملوا؟ عندنا ما نعملوا احنا الزوال رانا ولا لا دخلتين لا على الزاج ولا على العظم فهمتني ميما؟ هيك هو من غلاء الاسعار هي غاليه يا اخي بالطبيعه اخي ما عادش خالط الواحد مناش من غلاء ما عادش يوصل الواحد باش يعيش والله 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 العظيم اني راجل كبير انا هاني بالحاله هذه بصراحه ما عادش لاقين العيشه نتاعنا جمله ووقت الجاهل وقت تونس على الاخر ها والله عايشين خير برشا ناقص وغالي برشا تو كل واحد صوم يبيع واحد يبيع لك ب 15 واحد يبيع لك ب 12 وكل واحد كاش يبيع في المونبري يبيع في 15 البلاتو عادي كيما هكا تشوف عادي مش الامبلاج فهمت تمشي للعطار يبيع لك ب 15% فهمت معناها ياسر غالي ولا ما دخلتش باش تحدد السعر ولا لا فماش تو حتى مراقبين الاسعار ما فماش كل شيء يبيعوا فيه على كيفهم هما راهم على كيفهم فماش العظم وصلت الحاره ب 15% بصراحه ياسر غاليه ياسر البلاتو باك الحسبه زاده توا معناها كان ب 10 الجمعه الاخرى توا هو ولا ب 11500 وب 15 يمشي يروحوا بالغلية وين مش يولي الحليب ما ثماش السكر ما ثماش وربي اللي عنده صغار اش يعملوا اللي عنده صغار
انا بنات عندي بنات بنتي درت تونس كامل على حليب وما لقيتش حق ياسر بالرسمي شيء يوجع القلب بالرسمي. كل شيء في البيض في الدجاج في الغلو فيه في ما سماش حاجه تطماطم لولا اليوم نجري ولا وجع طماطم ما سماش طماطم هاي اخر. قديش حارة العظام في العطار؟ حارة العظام في العطار يبيع فيها بستة بألف دينار و14 مئة وساعات يقول لك ب 15 دينار و500 موجود ولا؟ مش موجود ماهوش موجود انا جاي من باب الزيرة لا وجع العظام هاني من باب الزيرة بحزن المزرعة وبحزن الدجاج وبحزن باب الزيرة ما سميش والغلاء حتى مضرقين والعباد تحت الطاولة يبيعوا فيه بالغلاء والكوي مضرقينه احنا منتجين عندنا باتيمات نتاعنا فهمت التكلفة نتاع العظام برشا غالية انت توكي تجيني معناها تفرض علي لي زانتيري نتاع القروض وتفرض علي زيادة في العلفة وتفرض علي زيادة في الماء وتفرض علي زيادة في الضوء وتفرض علي زيادة في اليد العاملة ومن بعد تحبني انا نحافظ على البريم نتاع العظام نتاع 2019 مش ممكن معناها حتى بقانون المنافسة سيان تردي باش تبيع بالخسارة فهمت الفلاح تو في تونس قاعد يبيع في الخسارة وهذا قيسوا راهو على القطاعات الكل احنا تو نحكيو على العظام لما قيسوا على القطاعات الكل كعبة العظام في عند الفلاح توا في نحكي لك في سبتمبر خاطر في سبتمبر قاعدة تتكلف ب 275 معناها على مستوى الانتاج راهو الكعبة توا معناها باش كعبة العظام تتكلف حوالي 300 فرنك عند الفلاح تجي انت تقول لي ليه راهو يلزمك تبيعها ب 275 معناها انا ذوكم شكون باش يعطيهم لي معناها الخسارة